اعزائي طلاب وطالبات الصف التاسع اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات دروس اللغه العربيه والتي سنتناول فيها مراجعه عامه لدروس الفتره الدراسيه الثانيه والتي سنتناولها بالشرح والتفصيل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد، كما ذكرنا قبل الفاصل بأننا سنتناول مراجعة عامة لدروس الفترة الدراسية الثانية. بداية عزيزي الطالب نتناول الدرس الأول وصايا عظيمة. اقرأ الحديث الشريف ثم أجب. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتناول الآن السؤال الأول، اذكر اثنتين من الوصايا التي يرشدنا إليها الحديث الشريف. أولاً: الوصية الأولى: وجوب حفظ الله تعالى حتى يحفظنا في كل شيء. ثانياً: الوصية الثانية: يجب أن نستعين بالله تعالى في قضاء حاجاتنا، والآن كيف يمكن للعبد أن يحفظ الله؟ يمكن للعبد أن يحفظ الله سبحانه وتعالى في اتباع ما أمر به، وتجنب ما نهى عنه سبحانه، وذلك بتطبيق ما في كتاب الله وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والآن عزيزي الطالب ضع خطا تحت المعنى الرئيسي المعبر عن مضمون الحديث الشريف. أولا: الإيمان بالله طريق سعادة الفرد في الدنيا والآخرة. ثانيا: وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ترسم لنا السبيل لحياة كريمة. وأخيرا: متى توكلنا على الله تعالى كفانا شر الناس. الإجابة هي: وصايا الرسول الكريم ترسم لنا السبيل لحياة كريمة. والآن عزيزي الطالب ننتقل إلى سؤال جديد، ضع علامة صح أو خطأ أمام ما يلي: ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعُرف بحبر الأمة، حبر الأمة أي أنه كثير العلم وغزير العلم، الإجابة هنا عزيزي الطالب: إجابة صحيحة. ثانيًا: نصائح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خاصة بابن عباس. إجابة غير صحيحة. نلاحظ عزيزي الطالب بأن الإجابة خاطئة لأن نصائح النبي صلى الله عليه وسلم تخص جميع المسلمين. ثالثًا: الأخذ بالأسباب ليس له علاقة بتحقيق النجاح. إجابة غير صحيحة. والسبب في ذلك لان النجاح يعتمد على الاخذ بالاسباب رابعا يجوز الاستعانه بالناس في بعض الامور اجابه صحيحه خامسا قضاء الله نافذ لا محاله فلا بد من التسليم والرضا به اجابه صحيحه فما قدره الله سبحانه وتعالى لنا ات وحاصل لا محاله والان عزيزي الطالب بين اثر العمل بهذا الحديث على حياه الفرد والمجتمع العمل بهذا الحديث يجعل الفرد مطمئن القلب مرتاح البال يبعد بنفسه عن القلق والاوهام ويعلم ان الله سبحانه وتعالى وحده هو المتصرف في الامور بيده الخير وهو على كل شيء قدير كما يجعل المجتمع قويا متماسكا يقدر بعضه بعضا ويرقى أفراده عن الأحقاد وسوء الأخلاق. ننتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر، ما رأيك في حديث النبي الكريم إلى ابن عباس وهو غلام؟ الإجابة: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس دليل على عظمته التربوية وحكمته العالية في استغلال جلوس ابن عباس خلفه وهو غلام كي يكسبه بعضا من القيم التربوية والنصائح الغالية التي يمكن له أن يستعين بها في حياته ليسعد في الدنيا والآخرة نلاحظ هنا عزيزي الطالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرس كل الحرص على تهذيب نفس ابن عباس لأنه كان غلاما ففي هذا العمر الغلام يكسب خبرات ومعلومات أكثر من أي عمر آخر فلذلك استغله الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب من الحديث السابق ما يتفق مع معنى البيتين الاتيين: قول الشاعر: لا يدفع المرء ما ياتي به القدر، وفي الخطوب اذا فكرت معتبر، فليس ينجي من الاقدار ان نزلت، راي وحزم ولا خوف ولا حذر. نلاحظ عزيزي الطالب في هذين البيتين: بأن الشاعر يبين بأن قدر الله آت لا محالة ولا مفر منه، فلذلك الموافق من الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: "واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك" صل من المجموعة ألف بما يناسبها من المجموعة باء المجموعة ألف كتب الله المقدر وانتهى الأمر أهمية الأخذ بالأسباب في حياتنا وأخيرا نبراس النبوة المجموعة باء عنوان معنى جزئي حقيقة وقيمة كتب الله المقدر وانتهى الأمر هنا معنى جزئي أهمية الأخذ بالأسباب في حياتنا هنا قيمة مكتسبة، وأخيراً نبراس النبوة هو عنوان، بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر، اكتب المقصود مما تحته خط في العبارات الآتية: أولاً: إني أعلمك كلمات، المقصود بكلمات أي نصائح ووصايا، ثانياً: احفظ الله يحفظك. احفظ هنا تعني نفذ أوامره واجتنب نواهيه، معنى تجاهك هنا ينصرك ويعينك، وأخيرًا قد كتبه الله تعالى لك، كتبه أي فرضه وقدره، ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب إلى سؤال آخر وظف كلمه جفت في جمله توضح معناها الجمله جفت الارض بعد ارتفاع حراره الطقس جفت بمعنى اي يبست وخلت من الماء بعد ذلك هات ما ياتي جمع كلمه غلام غلمان اغلمه وغلمه وضد كلمه رفعت وُضعت، ومفرد كلمة الأقلام: القلم، أما ماضي الفعل: تجد وجد، ننتقل الآن إلى سؤال آخر، أخرج من الحديث الشريف أسلوبًا خبريًا، الأسلوب الخبري هو: رُفعت الأقلام وجفت الصحف، نلاحظ عزيزي الطالب في هذه الجملة لم نتناول أي من الأساليب الإنشائية، وكذلك بأن الجملة تحتمل الصدق وقد تحتمل الكذب، لذلك وقعت أسلوبًا خبريًا، بعد ذلك أسلوبًا إنشائيًا، قوله: احفظ الله يحفظك. نلاحظ بان الاسلوب الانشائي هذا احتمل على اسلوب امر فكان اسلوب انشائي بعد ذلك بين نوعه كما ذكرنا اسلوب امر الغرض من هذا الاسلوب النصح والارشاد واخيرا كلمه من المؤكدات اللفظيه ان فإن عادة تستخدم للتوكيد. والآن بما توحي الكلمة التي تحتها خط في التعبير الآتي. قوله صلى الله عليه وسلم: "احفظ الله تجده تجاهك". تجاهك توحي كلمة تجاهك بمعية الله سبحانه وتعالى للعبد، وأنه سبحانه ناصر هذا العبد ومعين له على ما يجد او يحاذر يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك عين ما يأتي من الحديث الشريف خبرا لحرف الناسخ الخبر أعلمك وبين نوع هذا الخبر هو جملة فعلية أما بالنسبة للحرف الناسخ هو إنّ فعلا من الافعال الخمسه ينفعوك وبين علامه اعرابه فعلا من الافعال الخمسه منصوب بان وعلامه نصبه حذف النون ابن الفعل في الجملتين الاتيتين للمجهول وغير ما يلزم علّم النبي ابن عباس كلمات يعمل بها. الجملة مبنية للمجهول، علم ابن عباس كلمات يعمل بها. نلاحظ عزيزي الطالب بعد بناء الجملة للمجهول حذفنا الفاعل وناب عنه المفعول به فأصبح نائب فاعل، وكذلك الفعل الماضي علّم بعد بنائه للمجهول ضم أوله وكسر ما قبل الآخر. الجملة الثانية: حافظ ابن عباس على نصائح النبي. الجملة مبنية للمجهول حوفظ على نصائح النبي. نلاحظ عزيزي الطالب أيضاً في هذه الجملة: حذف الفاعل وناب عنه المفعول به فأصبح نائب فاعل مرفوع، أما بالنسبة للفعل حافظ، فبعد بنائه للمجهول ضمّ أوله، وكسر ما قبل الآخر. اربط بين الجملتين الآتيتين بأداة شرط جازمة، وصحح فعل الشرط، وفعل جواب الشرط. الجملة: تقتدون بالرسول الكريم يرضى الله عنكم. الجملة بعد استخدام أدوات الشرط: متى تقتدوا بالرسول الكريم يرضى الله عنكم؟ نلاحظ عزيزي الطالب بأننا في هذه الجملة استخدمنا أداة الشرط متى، وهي أداة شرط جازمة، حيث أنها جزمت الفعل بعدها بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، بعد ذلك نلاحظ كلمة يرضى وهي فعل جواب الشرط. حذف منه حرف العله لانه معتل الاخر قوله صلى الله عليه وسلم وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف هاتي من الفقرة السابقة من الحديث أسلوب شرط، أسلوب الشرط هو لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، واذكر الأداة، الأداة هي لو، ونلاحظ -عزيزي- الطالب بأن لو هي أداة شرط غير جازمة، وبين نوعها غير جازمة. وحدد فعل الشرط فعل الشرط هو اجتمعت اما بالنسبه لجواب الشرط لم ينفعوك نائب فاعل الاقلام علامه رفع نائب الفاعل هي الضمه بعد ذلك صوب الخطا في الجمل الاتيه كرم الفائزين بمسابقه القران الكريم في الحفل الصواب كرم الفائزون بمسابقه القران الكريم في الحفل نلاحظ بان الجمله مبنيه للمجهول وان الفائزون نائب فاعل وجب رفعه بالواو لانه جمع مذكر سالم لو تطيع النبي تفوزوا بالجنة في الآخرة الصواب لو تطيعون النبي تفوزون بالجنة في الآخرة لأن لو أداة شرط غير جازمة لا تؤثر بالفعل والآن عزيزي الطالب نتناول الدرس الثاني أنس بن مالك رضي الله عنه اقرأ الفقرة الآتية قراءة واعية كان انس بن مالك حكيما مهيبا وقد ظل محتفظا بصحته وصفاء ذهنه وذاكرته حتى جاوز المئه ولم يعجز عن الصلاه في المسجد او الصوم الا في السنه الاخيره من عمره وقد افطر واطعم ثلاثين مسكينا وقد اشتهر عنه انه مجاب الدعوه جاء اليه جماعه من الباديه وقالوا له يا ابا حمزه جفت أرضنا وعطشت، فخرج إليهم وصلى ركعتين ودعا ربه فتجمع السحاب والتأم نظمه ثم أمطرت حتى ملأت البطاح. والآن عزيزي الطالب ضع خطا تحت الفكرة الرئيسة المعبرة عن الفقرة السابقة، أولا أنس بن مالك كان مجاب الدعاء، ثانيا لجوء اهل الباديه الى انس دليل قوه ايمانه ثالثا التحلي بالصفات الحسنه يكسب محبه الله ورضوانه الاجابه الصحيحه هي التحلي بالصفات الحسنه يكسب محبه الله ورضوانه والان استجابه الله لدعاء انس دلاله على مكانته الجليله العبارة السابقة تصلح أن تكون: قيمة، فكرة جزئية، أم فكرة رئيسة. الإجابة الصحيحة: فكرة جزئية. قوله: "ولم يعجز عن الصلاة في المسجد أو الصوم إلا في السنة الأخيرة من عمره وقد أفطر وأطعم ثلاثين مسكيناً" على ما يدل فعل أنس في العبارة السابقة فعله ذلك دليل إيمانه وإدراكه حقيقة الإيمان بأن أطعم المساكين لعدم قدرته على الصيام ننتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر اختر من بين البدائل التالية ما يوافق العبارات بعدها فكرة عنوان قيمة معلومة أولا وقد اشتهر عنه أنه مجاب الدعوة، الإجابة معلومة. ثانيًا: اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء قيمة مكتسبة. وأخيرًا: صفات أنس عنوان. ماذا تعلمت من قصة الصحابي الجليل أنس بن مالك؟ تعلمت من قصته بر الوالدين، التواضع، الإخلاص في العبادة، الجهاد في سبيل الله. هات ما يأتي، معنى كلمة مهيبًا تعني عظيم القدر والشأن، متضاد كلمة التأم أي افترق، جمع كلمة دعوة، دعوات أما مفرد كلمة بطاح، بطحاء، بعد ذلك بيّن معنى كلمة نظم فيما يأتي: فتجمّع السحاب والتأم نظمه، المعنى هنا ترتيبه ونظامه، عرف هذا الرجل بنظم الشعر، أي تاليف الشعر والان ضع خطا تحت ما يصلح ان يكون جمعا لكلمه الباديه الباديات البدويات البوادي ام البادون جمع كلمه الباديه الباديات وايضا البوادي حدد نوع الأساليب التالية من حيث كونها خبرية أم إنشائية، أولا الأسلوب الأول: "وقد ظل محتفظا بصحته" هنا أسلوب خبري لأنه لم يتناول أحد الأساليب الإنشائية، وكذلك لأنه أسلوب يحتمل الصدق وأحيانا يحتمل الكذب، الأسلوب الثاني: "يا أبا حمزة جفت أرضنا وعطشت" أسلوب إنشائي لأنه استخدم فيه النداء بعد ذلك: فخرج إليهم وصلى ركعتين. أسلوب خبري لأنه لم يستخدم فيه أحد الأساليب الإنشائية. بما توحي العبارة: جفّت أرضنا وعطشت. هنا توحي بالشدة وعوز الناس وافتقارهم. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى سؤال جديد، إجعل أنس بن مالك مشبهاً في تشبيه تام من الأركان، التشبيه أنس بن مالك مثل معين ماء لا ينضب ولا يجف، فقد شُبِه أنس بن مالك بعين الماء التي لا تنضب ولا تجف، وهنا تشبيه تام من الأركان. أنس بن مالك مجاب الدعوة. اجعل الجملة السابقة جواباً لقسم صريح مرة، ولقسم غير صريح مرة أخرى. أولاً: القسم الصريح: لعمرك إن أنس بن مالك مجاب الدعوة. نلاحظ هنا بأن لعمرك هو من ألفاظ القسم الصريح. بعد ذلك: في ذمتي إن أنس بن مالك مجاب الدعوة في ذمتي هنا من ألفاظ القسم غير الصريح أعرب ما تحته خط فيما يأتي نعم من تصادقه الصالح من هو اسم موصول مبني في محل رفع فاعل نعمة والان عزيزي الطالب بعد ان قمنا بمراجعة الدرس الاول وصايا عظيمة ومن ثم تناولنا انس بن مالك رضي الله عنه، تناولناهما بالشرح والتفصيل ولكن نكمل الدرس الثالث بإذن الله تعالى والرابع بعد فاصل قصير ابقوا معنا. <applause> أهلاً بكم من جديد في مراجعة دروس الفترة الدراسية الثانية، نتناول الآن بإذن الله قصيدة بعنوان أرض الكويت. اقرأ ثم أجب. وطني الحبيب تحية قلبية مزدانة بالحب والإكبار، صنت الديار من الغزاة وكيدهم، فكتبت سفر المجد للأحرار، فبنوك في الأمجاد خطوا عزهم بدمائهم والموقف الجبار، وطني الكويت رزقت أغلى نعمة وحباك ربي أطيب الأثمار. والآن عزيز الطالب بعد قراءة الأبيات السابقة، صغ بأسلوبك فكرة رئيسة تعبر عن الأبيات السابقة. الوطن نعمة غالية يجب صونها والحفاظ عليها. قال الشاعر وطني الحبيبة تحية قلبية مزدانة بالحب والإكبار صغ بأسلوبك فكرة جزئية تعبر عن البيت السابق الفكرة هي المواطن الشريف يحمل في قلبه الحب والإكبار لوطنه كيف تظهر حبك لوطنك؟ الإجابة أظهر حبي له بالإخلاص والإكبار والتقدير والعمل على تحقيق مجده والحفاظ على مقدراته وإنمائها. والآن عزيزي الطالب ننتقل إلى سؤال جديد، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. أولاً: ترخص الأرواح وتهون الحياة في سبيل الوطن. ثانياً: تبنى الأوطان بالأرواح فقط. ثالثاً: يرتبط مجد الأوطان وتقدمه بالتغني بتاريخ الأجداد، رابعاً: الوطن الآمن نعمة من الله. أولاً: الإجابة صحيحة، ترخص الأرواح وتهون الحياة في سبيل الوطن. ثانياً: تبنى الأوطان بالأرواح فقط إجابة خاطئة، إنما تبنى بالعمل والجد والاجتهاد. ثالثا يرتبط مجد الأوطان وتقدمه بالتغني بتاريخ الأجداد، إجابة خاطئة. أخيرا الوطن الآمن نعمة من الله هي إجابة صحيحة. والآن قال الشاعر: وطني الكويت رزقت أغلى نعمة وحباك ربي أطيب الأثمار. حدد المقصود بما يأتي: أغلى نعمة وأطيب الأثمار أغلى نعمة أي نعمة الأمن والأمان التي حبان الله إياها أطيب الأثمار أي أبناء الوطن بعد ذلك صل من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة باء المجموعة ألف أولا أبناء الوطن بذلوا النفيس في سبيل المجد ثانيا افتداء الوطن بالغالي والنفيس ثالثاً الافتخار بأمجاد الوطن رابعاً مجد الكويت المجموعة باء مشاعر عنوان قيمة فكرة أولاً من المجموعة ألف أبناء الوطن بذلوا النفيس في سبيل المجد هي فكرة ثانياً افتداء الوطن بالغالي والنفيس هي قيمة سلوكية ثالثاً الافتخار بأمجاد الوطن الإجابة المناسبة مشاعر وأخيرا مجد الكويت الإجابة المناسبة عنوان قال الشاعر صنت الديار من الغزاة وكيدهم فكتبت سفر المجد للأحرار فيما تمثل كيد الغزاة؟ الإجابة تمثل كيد الغزاة في غدرهم وحقدهم وقتل الأبرياء وترويع الآمنين كما هو حصل في السابق في العدوان العراقي الغاشم، وكيف صينة الديار؟ صينة الديار بفضل الله ثم تكاتف الكويتيين وصلابتهم ووقوف الأشقاء والأصدقاء مع الحق. قال الشاعر: صنت الديار من الغزاة وكيدهم. فسر الارتباط بين كلمتي الغزاة وكيدهم. نلاحظ يرتبط الكيد بالغزاة ارتباطا وثيقا، حيث يلخص لنا اللفظ كيدهم نوايا الغزاة وخبثهم وحقد قلوبهم والشر الذي يريدونه بالوطن. قال الشاعر: فبنوك في الامجاد خطوا عزهم بدمائهم والموقف الجباري، وطن الكويت رزقت اغلى نعمة وحباك ربي اطيب الاثمار أخرج من البيتين السابقين ما يأتي أولا مفرد كلمة أنعم ومتضاد كلمة الجبان مفرد كلمة أنعم نعمة أما متضاد كلمة الجبان الجبار والآن املأ الجدول التالي بما هو مطلوب منك معنى صنت متضاد عزهم ومفرد الاثمار وجمع سفر معنى كلمه صنت اي حفظت اما متضاد كلمه عزهم ذلهم ومفرد كلمه الاثمار الثمره او الثمر اما جمع كلمه سفر اسفار والآن عزيزي الطالب، بيّن معنى كلمة حباك في كل سياق مما يأتي؛ السياق الأول: حباك ربي أطيب الأثمار، السياق الثاني: حباك الله عن كل مكروه، نلاحظ معنى كلمة حباك في السياق الأول تعني: أعطاك، أو منحك، أما كلمة حباك في السياق الثاني فتعني: منعك، أو أجارك. والآن عزيزي الطالب، ضع خطا تحت الكلمة التي لا تنتمي إلى المجموعة؛ الكلمات: الإكبار، الإجلال، التبجيل، أو الإذلال، الكلمة التي لا تنتمي إلى هذه المجموعة هي كلمة الإذلال، المجموعة الثانية: منعك، أعطاك، حباك، منحك. الكلمة التي لا تنتمي إلى هذه المجموعة هي كلمة منعك والآن وظف كلمة الأثمار في جملة من إنشائك الجملة النخيل يعطينا أجود الأثمار الأثمار تعني الثمار اكتب بين القوسين كلمة خبري أو إنشائي أولاً وطني الكويت رزقت أغلى نعمة. ثانيًا: صنت الديار من الغزات. ثالثًا: حباك ربي أطيب الأثمار. أولًا: جملة إنشائية. ونلاحظ هنا بأن كلمة وطني الكويت هنا منادى ولكن حذفت منه أداة النداء ثانيا صنت الديار من الغزاة أسلوب خبري لأنه يحتمل الصدق وقد يحتمل الكذب ثالثا حباك ربي أطيب الأثمار كذلك أسلوب خبري لم يحتوي أحد الأساليب الإنشائية والآن عزيزي الطالب قال الشاعر وطني الكويت رزقت أغلى نعمة، الكويت رزقت أغلى نعمة، أي التعبيرين السابقين يدل على ارتباط الشاعر بوطنه ولماذا؟ التعبير الأقوى في أداء المعنى هو التعبير الأول، السبب في ذلك لأن الشاعر يتباهى هنا بوطنه معتزًا به، ويفتخر بالانتماء إليه، فالتعبير الأجمل هو: وطن الكويت رزقت أغلى نعمة والآن بين ما يوحي به التعبير الآتي تحية قلبية يوحي بالحب الشديد للكويت الغالية ننتقل إلى سؤال آخر حدد نوع الأسلوب النحوي فيما يأتي أولاً نعم ما يتصف به المرء حب الوطن ثانيا كلما أخلصنا للوطن ارتقى وتطور ثالثا ورب البيت إن حب الكويت يملأ القلوب رابعا لا حبذا خيانة الوطن الأسلوب في الجملة الأولى أسلوب مدح لأن استخدمنا فيه أداة المدح وهي نعمة بعد ذلك كلما اخلصنا للوطن ارتقى وتطور هنا اسلوب شرط لوجود اداة الشذ كلما، ورب البيت ان حب الكويت يملأ القلوب هنا اسلوب قسم لاننا استخدمنا فيه القسم وربي، واخيرا لا حبذا خيانة الوطن اسلوب ذم لاننا استخدمنا فيه لا حبذا. قال الشاعر: صنت الديار من الغزاة ابن الفعل صنت للمجهول ثم اضبط نائب الفاعل، الجملة مبنية للمجهول صينت الديار من الغزاة، نائب الفاعل هو الديار، بحيث انه كان في الاول مفعولا به منصوب، ثم بعد ذلك حل محل الفاعل ورفع بدلا منه. رزقت الكويت أغلى نعمة، أعرب ما تحته خط في العبارة السابقة الكويت الكويت نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فنلاحظ بأنها أعربت نائب فاعل لوجودها بعد فعل مبني للمجهول، وطني الكويت رزقت أغلى نعمة حول الفعل رزقت في الجمله السابقه من البناء للمجهول الى البناء للمعلوم الجمله مبنيه للمعلوم وطني الكويت رزقك الله اغلى نعمه نلاحظ عزيزي الطالب باننا في هذه الجمله ارجعنا الفاعل كما كان في الجمله المبنيه للمعلوم بعد ان حذف في الجمله مبنيه للمجهول وهو الله والآن عزيزي الطالب ننتقل إلى مراجعة الدرس الرابع وهو بعنوان الشرف اقرأ الفقرة الآتية قراءة واعية ثم أجب العالم شريف لأنه يجلو صدأ العقل الإنساني ويسقل مرآته والمجاهد في سبيل الدفاع عن وطنه شريف لأنه يحمي مواطنيه من غائلة الأعداء ويقيهم عادية الفناء، والمحسن الذي يضع الإحسان في موضعه شريف؛ لأنه يأخذ بأيدي الضعفاء، ويحيي أنفس البؤساء. فاسلك طريق الشرفاء جهدك، فإن لم تبلغ غايته؛ فأخذ القليل خير من ترك الكثير. والآن عزيزي الطالب بعد قراءة الفقرة السابقة، استخلص فكرة رئيسية تعبر عن مضمون الفقرة السابقة. الفكرة الرئيسية هي: الشرف هوية شاملة للإنسان تعبر عن خلقه الحقيقي. والآن كيف يؤثر العالم الشريف في العقل الإنساني؟ الإجابة هي: يؤثر العالم في العقل الإنساني بكشف الحقائق وبيان كنه الأشياء دون إغفال لها أي بيان حقيقة الأشياء، وبأخلاقه المتوازنة التي تكشف عن شرفه الحقيقي سؤال اخر كيف يكون كل من هؤلاء شريف العالم يكون العالم شريف بتبصير الناس بواقع حياتهم وتهذيب عقولهم والارتقاء بهم عن ظلمات الجهل والتخلف المجاهد يكون المجاهد شريف بدفاعه عن وطنه من الأعداء وحماية أبناء وطنه من ظلم هذا العدو وجبروته أما بالنسبة للمحسن يكون شريف عندما يتحرى الصدقة لتصل لمن يستحقونها فيحميهم من البؤس والشقاء والآن عزيزي الطالب صل من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة باء المجموعة أ يحمي وطنه من غائلة الأعداء ويحفظ أرواحهم. ثانيًا يحتمل المؤونة والمشقة في سبيل إسعاد المجتمع. ثالثًا رسول العناية الإلهية إلى المظلومين. رابعًا نبراس للقدوة الصالحة ومعلم أمين للآداب. أخيرًا يجلو صدأ العقل الإنساني وينير له طريق الهداية. المجموعة ب الحاكم العادل المحسن الحقيقي الجندي الشريف العالم المخلص صاحب الأخلاق أم الصانع الأمين من المجموعة ألف أولا ما يناسبها من المجموعة باء الجندي الشريف فهو يحمي وطنه من غائلة الأعداء ويحفظ أرواحهم ثانيا من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة باء الصانع الأمين فهو الذي يحتمل المؤونة والمشقة في سبيل إسعاد المجتمع ثالثاً: رسول العناية الإلهية إلى المظلومين هو الحاكم العادل الذي يحكم بالعدل. رابعاً: نبراس للقدوة الصالحة ومعلم أمين للآداب هو صاحب الأخلاق. وأخيراً: يجلو صدأ العقل الإنساني وينير له طريق الهداية هو العالم المخلص. والآن ميز الإجابة الصحيحة من الخاطئة، ضع علامة صح أو علامة خطأ مقابل كل عبارة مما يأتي. أولًا: المجاهد الشريف يحمي مواطنيه من غائلة الأعداء، إجابة صحيحة. المحسن الذي يضع الإحسان في غير موضعه شريف، إجابة خاطئة؛ لأنه يضع الإحسان في غير موضعه. ثالثًا: المحسن الشريف هو من يساعد الضعفاء ويسعد البؤساء، اجابه صحيحه واخيرا بلوغ غايه الشرف امر ضروري في نظر الكاتب اجابه خاطئه والان كيف تكون طالبا شريفا الاجابه المناسبه هي باجتهادي في الدراسه واخلاصي في العمل وعدم الغش فيه واحترامي لمعلمي وزملائي والآن عزيزي الطالب هات ما يأتي. مترادف كلمة يجلو أي يكشف أو يزيل. أما متضاد كلمة الفناء أي الخلود. أما مفرد كلمة البؤساء البائس. وأخيرا جمع كلمة غائلة غائلات أو غوائل والآن عزيزي الطالب بين المقصود بما تحته خطف العبارات الآتية أولا العالم الشريف لأنه يجلو صدأ العقل ثانيا ويصقل مرآته ثالثا الحاكم العادل رسول العناية الالهية وأخيرا اسلك طريقهم جهدك أولا يجلو صدأ العقل المقصود فيها يزيل عنها ظلام الجهل بالعلم ويسقل مرآته أي يمنحها من خبرات الحياة ما ينقذها من مشكلات الحياة ثالثا الحاكم العادل رسول العناية الإلهية تعني سبب لتحقيق العدل في ملك الله وأخيرا أسلك طريقهم جهدك جهدك تعني أي أبذل طاقتك ووقتك بقدر المستطاع نقرأ معًا: والمحسن الذي يضع الإحسان في موضعه الشريف؛ لأنه يأخذ بأيدي الضعفاء، ويحيي أنفس البؤساء. فاسلك طريق الشرفاء جهدك، فإن لم تبلغ غايته، فأخذ القليل خير من ترك الكثير. ألف أخرج من الفقرة السابقة، أولًا كلمتين متضادتين هما: القليل والكثير. ثانيًا: كلمة جمعها غاياته: غايته، أما كلمة مفردها: نفس، أنفس. كلمة وجمعها: شريف، وشرفاء. ننتقل بعد ذلك إلى سؤال جديد، وظف كلمة غائلة في جملة من إنشائك، الجملة هي: "اللهم اكفنا كل غائلة وسوء، وابعد عنا كل شر" سؤال آخر بيّن الخيال في التعبير الآتي: الجملة: "الزراع والصناع يحملون على عواتقهم هذا المجتمع البشري" تعبير جميل شبه فيه المجتمع البشري بالطفل الذي يحتاج إلى الرعاية والحنان، مما يدل على عظمة الدور الذي يقوم به كل من الزارع والصانع والآن عزيزي الطالب ننتقل إلى سؤال آخر، حول التعبير الخيالي التالي إلى تعبير حقيقي، التعبير الخيالي يحيي أنفس البؤساء، التعبير الحقيقي يسعد البؤساء، حيث شبه في التعبير الخيالي أنفس البؤساء بالإنسان الذي يحيا، والآن أجب بما هو مطلوب بين قوسين نعم المواطن الشريف ضع خطا تحت المخصوص بالمدح المخصوص بالمدح هو الشريف والله فراغ في عملي اختر من بين القوسين اخلص اخلصن لا اخلصن الاجابه الصحيحه والله لا اخلصن في عملي بعد ذلك حبذا فراغ في قولهم، أكمل بجمع مذكر سالم، حبذا الصادقون. رابعاً: في ذمة إن الشرف لفضيلة، حول إلى قسم صريح. الجملة: والله إن الشرف لفضيلة. ننتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر صوب الخطأ في الجملة الآتية: من يبني وطنه بتحقيق الشرف، يعيش سعيدًا. الإجابة صحيحة: من يبني وطنه بتحقيق الشرف، يعيش سعيدًا. نلاحظ -عزيزي الطالب- بأن "من" هي أداة شرط جازمة. دخلت على الجملة الفعلية، فجزمت الفعل الأول بحذف حرف العلة، وأبدل بالكسرة، ثم جزمت الفعل الثاني بحذف حرف العلة الوسط، وأبدل بالسكون. بعد ذلك الله يعلم ان من يتقن عمله شريف حول القسم في العباره السابقه الى قسم صريح واعرب المقسم به الجمله والله ان من يتقن عمله شريف الله هنا لفظ الجلاله مجرور بعد واو القسم وعلامه جره الكسره الظاهره والان عزيزي الطالب نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا لمراجعه الفتره الدراسيه الثانيه نتمنى ان تكونوا قد استفدتم الى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته